اتفضل. صلاة على صحتي. حضرتك والدة مين؟ والدة سماح حسن بنات حلمي طلعني الشهر على باب الله. انت كنت معاهم؟ ايوه كنت معاهم في العربية راجلين قدام جنب السواق. بنتي فادتني والله بروح. لا هي بنتك مين اللي كنت سلمى اللي انا مش لاقيها لحد دلوقتي. سماح طلعت الحمد لله. انا كنت راكبة جنب السواق وسماح وسلمى كانوا جنبي مني. فما لقيتهم متضايقين يقولوا لي قاعدة بتاعتها بتعلم انت يا سلمى يا مادي واخد انا سماح. لو احنا مش شفت الطريق قدام ما عدنا وقلنا الامان وعدنا جينا التجربة كبنا فيه حصل. انا كنت راكبة قدام جنب السواق في واحدة من البنات اللي ورا السواق كان واقفين جنبنا شوية شباب شدوه من تحت الجيبة بتاعتها. انا قلت لها انت اللي خلاكي تفتحي الشباك اقفل الشباك. فالاستاذ اللي كان ده ما عجبوش الكلام اللي انا اتكلمت فتضاهر عليه ومش عاجبك وقام جاي زي اللي كده بتاع السواق قام جاي عامل حاجه كده في العربيه من قدام شد المفاتيح ونزل. قال لي لو اختك دي هترضى ان نعمل فيها كده؟ قال لي هو انت بتتحمل بشويه ولا شوف مين اللي هيقف. قلت له انا اللي هقف لك. جيت افتح الباب واحد تاني قام جاي سالم مش خليني انزل من العربيه. في الوقت ده المعديه قامت كانت بترسى على المرسى بتاعها وهي الترسة خبطت في الشط. هما كانوا كتروا على السواق كانوا ليه زلقينه ضغطين على العربية ومدرتش اللي بصوتها هي الاتنين سبح وسلمى هما راكبين جنب قدام وروح راح على محمد العربية بتمشي عشان لا إله إلا الله عشان لا إله إلا الله. مدرتش بأي حاجة تاني غير قعدت مشي تريد الله الإنقاذ من الاهالي والناس اللي كانوا راكبين على المعدية. هو واحدة معايا عيلة اسمها هشام جايبينها ميتة على الطوق ده وسمعت صوت بنتي شدتها وانت المهرة وانا واقفة في قلب المايه شفت جثة بنتي. دول كانوا الاهالي ما كانش لسه فارق الانقاذ زي لسه جاي. قلت لهم بنتي هناك هي كانت بعيدة عنك مسافة كبيرة. قلت لهم بنتي هناك هي كانت لابسة عباية صفرا بنتي اللي ماشية هناك هدية هدونا بنتي. قالوا لا دي مش بنتك دي حاجات تانية ده الشباشب والجزم. قلت لهم لا ولادي هناك اهو. قالوا لي لا احنا ولادي طلعناهم لك وفي الأوضة لك ده انا بيتحايلوا عليا لحد ما طلعت خدت سماح بنتي ورحت ادور على سلمى ادور على بيت التانيين ما لقيتش غير احنا تسعة واللي هي ميتة دي. ادي كل اللي حصل من الساعة 6 الصبح لحد دلوقتي انا ما اعرفش دلوقتي الساعة كام ولا حاجة فين.